ستكون الأنظار مشدودة بعد أيام نحو عاصمة الغرب الباهية وهران، كما ستكون عدسات الكاميرا مصوبة نحو مختلف الملاعب والمنافسات، وستكتب الأقلام عن الأرقام والإحصائيات. الصحافة المتوسطية وعلى رأسها وكالات الأنباء ستكون حاضرة وبقوة بالنظر لما يكتسيه الحدث من أهمية على طول ضفتي المتوسط. ما يميز هذه المسابقة هي أنها ليست فقط رياضية بحتة، بل أنها تعطي فرصة للشعوب المتوسطية للالتقاء ببعضها البعض من أجل التبادل الثقافي مثلا والتعارف بغض النظر عن النتيجة الرياضية البحتة. وأيضا تأتي الأهمية الإضافية هذا العام من كونها الدورة الأولى التي تعقد بعد عدة سنوات من الانقطاع بسبب الجائحة، وهي فرصة إضافية للمشاركين فيها. مشاركة الرياضيين التي قد تكون قياسية بالنظر للطبعات السابقة ستعزز من حضور صحفي وكالات الأنباء، كما سيكون لسحر الجوهرة وهران جانب من التغطية اليومية المنتظرة. تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط حدث كبير ومناسبة مهمة لوهران والجزائر، سيعكس هذا صورة المدينة في الخارج. أعتقد أن أهمية الوكالات تكمن في الإبلاغ بما يجري هنا. فيما يتعلق بالرياضات المتوسطية، أعتقد أن جميع دول البحر الأبيض المتوسط مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرياضة. ستكون إيطاليا حاضرة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط مع عدد كبير من الرياضيين، وأنا متأكد من أنها ستحقق نجاحا كبيرا. إنها المرة الأولى التي أزور فيها وهران، ولدي فضول شديد لزيارة مرافقكم وملاعبكم الرياضية. هي وهران تتزين لتكون في أبهى حلة، وتتجهز لتضع الرياضيين في أفضل الظروف حتى يكتب الصحفيون عنها أجمل القصص.